مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم الى هذه التغطيه المستمره معكم على شاشه اكسترا نيوز. نبداها من ملف الحرب الروسيه الاوكرانيه. يشارك اليوم في العاصمة الفرنسية باريس نحو 20 رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، في اجتماع بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا. يدعو ماكرون أوروبا إلى تحرك جماعي في مواجهة روسيا في وقت ما زال الكونغرس الأمريكي يعرقل حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا. قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 9 مسيرات هجومية و3 صواريخ روسية خلال الليل. وأوضحت أن روسيا أطلقت أيضا صاروخين من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وصاروخ جو أرض على الأراضي الأوكرانية. قالت روسيا إن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب أفيديفكا ودونيتسك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالتوغل أكثر داخل أوكرانيا. أفادت تقارير أوكرانية بوقوع اشتباكات حول أفيديفكا والتي سيطرت عليها القوات الروسية الأسبوع الماضي ومناطق أخرى يدور حولها القتال منذ أشهر. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد القوات الأوكرانية بالقرب من 3 بلدات جنوبية بخموت، وهي مدينة سيطرت عليها القوات الروسية مايو الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم جديد على الأراضي الأوكرانية في نهاية مايو المقبل، مؤكدا أن كييف لديها خطتها الواضحة للحرب. وأضاف زيلينسكي أنه من المهم لكييف وحلفائها الغربيين أن يبقوا متحدين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحديات الصعبة لبلاده. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تأمل في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام، وأن يتم بعد ذلك تقديم تلك الخطة إلى روسيا. بعد عامين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عاد الحديث بقوة إلى إمكانية السلام بين البلدين المتحاربين، لكن هذه المرة من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لمح لإمكانية دعوة روسيا لقمة سلام. الرئيس الأوكراني قال إن بلاده تأمل في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام، وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا. بمجرد أن تقوم الدول المشاركة بإعداد الوثائق العادلة، وهذا لا يعني أن روسيا ستقبل الوثيقة، ولكن على أي حال سيتم تقديم هذه الوثيقة إلى روسيا مثل مبادرة الحبوب. لم يتم تحديد المشاركين بشكل أو بآخر، وسنكون مستعدين للقمة الثانية لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية ذات الصلة لتحقيق السلام العادل وإنهاء الحرب. هذه هي مبادرتنا، ونريد أن ينضم إليها أكبر عدد ممكن من البلدان، وعلينا أن نمضي قدما. من جهته ذكر أندريا يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا وشركائها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين بشروط كييف.
وصرح يارماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثاني في وقت لاحق. وطرح زيلينسكي صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة 20 في نوفمبر 2022، حيث تدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية. وقالت كييف إنها لن تجري أي حوار مع موسكو إلا بعد رحيل جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. أما الكريملين فيؤكد أنه لا يوجد أساس حالي لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأن خطة السلام التي طرحتها كييف غير معقولة لأنها تستبعد روسيا. مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثالث، تعاني أوكرانيا من تراجع الدعم الغربي لها، بينما تكتسب موسكو قوة أكثر مع تحقيقها المزيد من الانتصارات على الأرض. حرب طال أمدها، فبعد عامين من بدء العملية العسكرية الروسية بات الدعم الغربي لأوكرانيا غير واضح المعالم، فالغرب أصبح في معضلة كبيرة مع استمرار الحرب. أوكرانيا، وعلى لسان وزير دفاعها رستم أميروف، قالت إن الغرب لم يفي بكل وعوده تجاه أوكرانيا وتسليحها، وسط تأكيدات بأن هذا الدعم القادم من الغرب لم يفي بمتطلبات مواجهة روسيا بسبب نقص الإمدادات. وزير الدفاع الأوكراني أشار إلى أن نصف الأسلحة التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا تسلم بعد تأخير وتأتي منقوصة بنسبة 50%، وانسحاب الجيش الأوكراني الذي يواجه وضعا صعبا للغاية على خط الجبهة من بلدة أفديفكا شرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال العنيف بسبب نقص في العتاد. في المقابل تضغط روسيا بقوة أكبر على الجبهتين الجنوبية والشرقية من دون تحقيق تقدم كبير، وذلك رغم التكلفة البشرية الباهظة التي منيت بها حتى الآن. ويبدي الحلفاء الغربيون الذين يعدوا دعمهم ضروريا لكييف ترددا في الأشهر الأخيرة في المصادقة على مساعدات جديدة، ويعرقل الكونغرس الأمريكي مساعدات بقيمة 60 مليار دولار في ظل الانقسامات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، بينما تأخرت المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي رغم المصادقة عليها مؤخرا. وعلى الرغم من هذه الإشارات المثيرة للقلق، فإن رئيس الحكومة الأوكرانية أعرب عن اقتناعه بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن كييف في مواجهة روسيا، وستوافق على المساعدات في نهاية المطاف. ويحث المسؤولون في أوكرانيا مرارا حلفاءهم الغربيون مرات عدة على تسريع إمداد بلادهم بالمساعدات العسكرية، مطالبين بالذخيرة وبالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، خاصة أن التأخير في تسليم الأسلحة كان أحد العوامل التي أدت إلى فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف في صيف العام 2023. عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بداية برحب بحضرتك على شاشة أكشن نيوز إلى هذه التغطية. دعني أبدأ معك من حيث انتهى هذا التقرير وهذه الأزمة ومع دخولها العام الثالث. روسيا تحقق بعض المكاسب على الأرض، أوكرانيا تفقد الكثير من الدعم الغربي، أو الموقف الغربي متأرجح دعنا نقول. دكتور أحمد، السؤال، الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أين يا دكتور؟ تحياتي لك نادى ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع إذا وضعنا جملة لهذا السؤال يعني تلخص في كلمة واحدة، هو اللاحسم السياسي واللاحسم العسكري هو المسيطر على الأزمة الروسية الأوكرانية في دخولها عامها الثالث، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة. لماذا حالة اللاحسم السياسي والعسكري؟ أولا اللاحسم السياسي مبدئيا لم يتحقق أي مبادرات سياسية أو حلحلة أو مفاوضات أو تسوية سياسية للأزمة، في ظل أن أوكرانيا ورئيس زيلينسكي تحديدا منذ أن قدم مبادرته في قمة 20 في نوفمبر 22 اعتبرتها روسيا شروط تعجيزية، حيث أولا طالب انسحاب روسيا كامل من الأراضي الأوكرانية وحدة أوكرانيا، الأمر الثاني محاكمة المسؤولين الروس عن هذه الحرب، ثم الأمر الثالث مطالبة روسيا بدفع تعويضات وإعادة أعمار أوكرانيا. وبالتالي اعتبرت روسيا
اولا انها شروط تعجيزيه، الامر الثاني انها المفروض تخضع للتنازلات المتبادله وموازين القوى على الارض التي هي كانت او غالبا هي في صالح روسيا، ثم ان روسيا تعتبر ان الاقاليم الاربعه التي سيطرت عليها في شرق اوكرانيا، جمهوريتي دونيسك ودونيسك و مقاطعتي زابوروجيا وخرسون، هي اراضي روسيه، جزء من السياده الروسيه، وبالتالي هي لا تتنازل عنه. وبالتالي الغرب ايضا العامل الثاني في الحسم السياسي هو ان الغرب لم يقدم مبادرات سياسيه، بل رفض كل المبادرات التي قدمت. تذكر المبادرات الصينيه، ثم هناك الوساطات العربيه والافريقيه كلها تعثرت بسبب الموقف المتعنت الغرب، لان الغرب حقيقه يريد استمرار الحرب والرهان على الخيار العسكري. وهذا يقودنا الى ان الحسم العسكري ايضا، يعني صحيح ان روسيا لم تسيطر بشكل كامل على الاقاليم الاربعه في شرق اوكرانيا او اقليم الدنباس، هناك بعض الاتحاد الصغيره ما تزال، وهذا البطء الروسي او هذا التعثر او هذا التاخر في التقدم بيرجع طبعا الى ان الغرب يدعم اوكرانيا بالاسلحه، هو زود اوكرانيا باكثر. يعني دكتور احمد، حضرتك لا تتفق مع الروايه المتعلقه بان الغرب موقفه تارجح الى حد ما بعد الدعم الغير مسبوق الذي قدم في 2022 مع بدايه هذه الحرب؟ 2023 شهدت تراجع في الموقف الغربي بشكل او باخر، او تارجح دعنا نقول، حتى الولايات المتحده موقفها تجاه هذه الازمه من مرور حتى في الكونغرس لمشروعات بتدعم او ميزانيات بتدعم اوكرانيا بشكل او باخر، في تاخر في الموافقه عليها. فالبعض وصف هذا الموقف الامريكي الغربي بموقف متارجح الى حد ما، حتى انه وصفوا الخطاب الذي يصدر عن الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلينسكي يعبر عن نوع من انواع الضغط على الغرب كي تتحرك. في الواقع ندى، انا اتكلم عن ما جرى وتقييم العامين الماضيين لاستمرار حتى الحسم العسكري، لان الغرب زود اوكرانيا ب 170 مليار دولار باسلحه نوعيه، تحالف الدبابات ليوبارد الالمانيه والتشالنجر البريطانيه وابرامز الامريكيه وطائرات اف 16، ومع ذلك لم يغير موازين القوة. بمعنى استراتيجيه الغرب وامريكا تحديدا هو تزويد اوكرانيا بالاسلحه التي تفشل التقدم الروسي وليس هزيمه روسيا. الغرب وامريكا يريد استنزاف روسيا في اوكرانيا. اما الامر الثاني المتعلق بالحماسه الغربيه الاوروبيه والامريكيه تراجعت كثيرا، ومؤشرات ذلك اولا تصاعد الراي العام والمظاهرات التي تؤيد الحكام او النظم الغربيه التي تدعم اوكرانيا بشكل مطلق، راينا انظمه كثيره تغيرت، هناك ارتداد عكسي بالعقوبات الغربيه والاوروبيه والامريكيه على روسيا، ارتدت عكسا على الجانب الاوروبي بارتفاع الاسعار، ارتفاع اسعار الطاقه، اسعار الغذاء، ارتفاع تكاليف المعيشه. الامر المؤشر الثالث هو ايضا تعثر صفقه او حزمه المساعدات الاوروبيه 50 مليار دولار لاوكرانيا حتى الان، والرئيس زيلينسكي قال ان هذه المساعدات ايضا تاخرت. الامر الرابع هو ان هناك انتخابات برلمانيه في الاتحاد الاوروبي للبرلمان الاوروبي في مايو، وبالتالي متوقع صعود اليمين، واليمين الاوروبي واليمين الشعبوي المتطرف لديه مواقف مختلفه عن الانظمه الحاليه فيما يتعلق ب يعني مراجعه الدعم لاوكرانيا، ليريد سياسات عدائيه مع روسيا، يعني لا يتماهى مع الجانب الامريكي. على الناحيه الاخرى من الاطلسي هناك ايضا تراجع الفطور او يعني او هناك تراجع في الموقف الامريكي تحديدا. لماذا؟ لان الرئيس بايدن هو ما يزال يريس على الرهان العسكري، يدعم اوكرانيا، يدفع باتجاه تمرير صفقه او حزمه مساعدات عسكريه لاوكرانيا ب 60 مليار، بينما الجمهوريون يؤخرونها او يعطلونها في المجلس النواب لاعتبارات تتعلق باختلاف المقاربات. الجمهوريون ولا يريدون الدعم المطلق، هو مستمر، لم يغير موازين القوى. هجوم الصيف المضاد في اوكرانيا فشل في تحقيق حتى بضعه كيلومترات، هو استنزاف الاقتصاد الامريكي للاسلحه الامريكيه، وبالتالي هذا التراجع في الموقف الامريكي او التغير ربما يشهد بشكل ملحوظ اذا عاد الرئيس ترامب الى السلطه مره اخرى في انتخابات نهايه هذا العام، وبالتالي نشهد تغيرا في المواقف السياسيه الغربيه، وبالتالي هناك الان حاله من التارجح. هذا التارجح ما بين بعض الطيارات التي تدعم اوكرانيا وتريد ارسال رساله، واليوم في باريس هناك قمه لاكثر من 20 رئيس. طيب دكتور احمد، هتكلم مع حضرتك في هذه القمه وايه المتوقع ان يخرج من هذه القمه، ولكن حضرتك بدات كلامك بوصف الحاله اللي عليها هذه الازمه او هذه الحرب، انه لا حسم سياسي لا حسم عسكري. هل عدم وجود اي حسم سياسي او عسكري حضرتك بتدعم السيناريو في اتجاه انه الى اجل غير مسمى، ام لربما نشهد اي مخرجات من الممكن ان تحرك المياه الراكده في هذه الازمه بعد القمه التي ستنعقد اليوم في باريس بحضور 20 من رؤساء الدول والحكومات؟
في الواقع ندى أن اللاحسم السياسي والعسكري هو الذي سيسيطر غالبا على الأزمة في بقية هذا العام، لأن المتغيرات لم تحدث تغيرات جوهرية، بمعنى هناك فطور غربي، هناك عدم حماس، وبالتالي من الصعوبة أن يكون سيناريو أن تنتصر أوكرانيا في الحرب أو أن تحرر الأماكن التي سيطرت عليها روسيا، وهذا أمر مستبعد حتى قمة التي تضم 20 رئيس دولة وممثلين من كندا وأمريكا وأيضا وزير الخارجية البريطاني، هي لم تقدم مساعدات عسكرية، هي فقط مجرد دعم سياسي ورمزي بأنها لن يسمح روسيا بالانتصار، هو نفس الخطاب الذي تكرر منذ بداية الحرب، لكن الآن الأوروبيين خبطهم محدودة، هناك تأثر سلبي، هناك توجهات باستمرار أن الدعم المطلق بيؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي وعلى مستوى معيش المواطن، وهذه الأنظمة لديها أزمة اعتبارات انتخابية، خاصة مع إجراء انتخابات هذا العام في الاتحاد الأوروبي في البرلمان وفي عدد من الدول الأوروبية. الأمر الثاني أيضا الجانب الأمريكي، هناك تعثر صفقة المساعدات لأوكرانيا، وبالتالي هذه المتغيرات قد تؤثر على في نهاية المطاف إلى أن يتسم أو يتبنى الرئيس زيلنسكي نهجا واقعيا، وبالتالي يقبل التسوية السياسية والجلوس إلى المفاوضات مع روسيا دون شروط مسبقة أو شروط تعجيزية، لأن زيلنسكي هو يستقوي الآن بالموقف الغربي أو بمعنى آخر الموقف الغربي والأمريكي يقوي زيلنسكي فيما يتعلق من طرحه من مبادرات من مبادرات التسوية، يطلب كل شيء، انسحاب كامل، تعويض كامل، إعمار كامل من جانب روسيا، وبالتالي روسيا ترفض هذا. الأمر الثاني الحسم العسكري، مهما دفع الغرب أو مهما قدم الغرب مساعدات عسكرية لروسيا لن يستطيع هزيمة روسيا. روسيا أولا دولة عظمى عسكريا، بمعنى الكلمة لديها صناعات عسكرية انتعشت وتجددت، وبالتالي لديها قدرة على تعويض خسائرها العسكرية في الحرب، على عكس أوكرانيا الآن تنتظر وتتسول وربما تستغيث بالغرب فيها مساعدات، رغم أنه قدم مساعدات نوعية ومع ذلك لم تحرك أو تغير موازين القوى، تحالف الدبابات ليوبارد والغربية لم تحرك. حتى وإن شكل نوع من أنواع الضغط بشكل أو بآخر دكتور أحمد، المشهد الآن روسيا هي تسيطر أو هي الطرف المتقدم، لن نقول الرابح ولكن هي الطرف المتقدم حتى اللحظة. تحدثت وذكرت جملة في غاية الأهمية دكتور أحمد، أن يتبنى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نهجا واقعيا، آلية تحقيق هذا النهج على أرض الواقع، أي شروط من الممكن أن يقتنع بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف هذه الحرب يا دكتور؟ لا، الرئيس بوتين هو الرجل وضح شروطه منذ البداية لإيقاف الحرب أو الهدف من الحرب أو السبب وراء الحرب. أولا حماية أمن القومي لروسيا ومنع تمدد حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية وأن يضم أوكرانيا لحلف الناتو، هذه النقطة. النقطة الثانية، وقال أنه دخل لحماية سكان الدونباس اللي هم أصول روسية في الإقاليم الأربعة التي سيطرت عليها روسيا أو غالبتها حتى الآن، وبالتالي هو روسيا بالنسبة لها هناك خطوط حمر، الخطوط الحمر متمثلة في ضم أوكرانيا للناتو، الخط الأحمر الثاني هو التنازل عن هذه الأقاليم، بمعنى روسيا لن تنسحب لأن روسيا دفعت تكلفة بشرية كبيرة، دفعت تكلفة عسكرية، تكلفة اقتصادية، تعرضت لعقوبات لم غير مسبوقة في التاريخ، أكثر من 500 عقوبة أو 600 عقوبة من 12 حزبة من العقوبات الغربية طالت كل شيء في الاقتصاد الروسي، وبالتالي روسيا تعتبر أن هذا جزء من أمنها القومي وهو خط أحمر ولن تقبل بأي تسوية يمكن أن تتجاهل هذه الشروط الروسية، وبالتالي هنا الواقعية السياسية هو كيف يمكن لأوكرانيا ومع الغرب أن يتعامل مع منطق الأمور على أرض الواقع، ما زالت الغلبة والسيطرة العسكرية لروسيا، لأن الاستمرار في المواقف المتشددة من جانب أوكرانيا ومن جانب الغرب، والغرب يدعم أوكرانيا ويدفعها دفعا نحو الحرب، ومن يدفع الثمن هو أوكرانيا والأوروبيين، الأمريكان هم أقل ضررا، بالعكس هم الرابحون من هذه الأزمة، هم نشطوا مبيعات. ليس فقط أوكرانيا والغرب دكتور أحمد، هذه الأزمة تحديدا ألقت بظلالها على مختلف دول العالم. بالطبع ندى كل العالم اقتصاديا كله تاثر، وحتى احنا في الشرق الاوسط تاثرنا في الامن الغذائي، في ارتفاع اسعار الحبوب، في ايضا في ارتفاع اسعار الشحن الدولي وسياسه الامداد، كلها العالم كله تاثر، واستمرار الازمه تاثر العالم سلبا، هذه ازمه كبرى حقيقه، خاصه انها تدخل جزء من الصراع الاستراتيجي بين القوى الكبرى، امريكا هي تريد تحجيم صعود الروسي في النظام الدولي، كما هي نفس الحال مع الصين، تستنزف روسيا، هي تريد افشال روسيا في اوكرانيا، تزود اوكرانيا بالاسلحه، ترفض الحلول السياسيه، وبالتالي تدخل امد الازمه لاعتبارات خاصه بامريكا، وهي رابحه اقتصاديا ورابحه تجاريا ورابحه عسكريا، دفعت الناتو الى ذات ميزانيته وميزانيات الدول الاوروبيه في الناتو، وبعد ان كان الناتو كان على وشك الافول، ايضا قوت وجودها العسكري في اوروبا، حشدت الجانب الاوروبي تجاه روسيا، واستخدمت ما يسمى الفزاعه الروسيه او الروسوفوبيا لتخويف الاوروبيين لانفاق مزيد من الانفاق العسكري، وبالتالي تستفيد امريكا، وبالتالي احلال ايضا الغاز الامريكي الصخري محل الغاز الروسي،
بعد فرض عقوبات على روسيا، رغم ان الاوروبيين تضرروا وفرق فرق كبير بين الاسعار بين امريكا الغاز الامريكي والغاز الروسي، وبالتالي امريكا تعسكر العلاقات الدوليه، امريكا تعسكر هذه الازمه وتستمرها، وبالتالي هذا يكون السؤال في البدايه ان حاله الحسم السياسي ولا العسكري قد تمتد على الاقل لهذا العام حتى تاتي متغيرات مثل مثلا عوده الرئيس ترامب مثلا الى السلطه، سيكون هناك تغيرات سيضغط في اتجاه الازمه التسويه السياسيه، سيخلع المظله الحمائيه والدعم الكامل عن اوكرانيا، وبالتالي يلتزم الرئيس زيلينسكي بالواقعيه السياسيه. الاوروبيين ايضا هناك يعني صعود لليمين المتطرف واليمين الشعبوي وانظمة مختلفه، هناك انتخابات وهناك تضرر اوروبي واضح مع ارتفاع مع هذه الازمه، وبالتالي كلها مؤشرات تدفع لان اوكرانيا بدات تظهر في ان حتى زيلينسكي بدا يعبر عن التعارض وحاله من الاحباط في تاخر المساعدات الغربيه. ومع ذلك قمة باريس اليوم هي قمة رمزية لن تقدم ولن تؤخر ولن تغير من موازين القوى أو من الوضع السياسي أو العسكري. طيب دكتور أحمد، بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث عن أن كييف لديها خطتها الواضحة لهذه الحرب، وأن لربما بلاده ستواجه بعض التحديات في الفترة المقبلة، عن أي خطة من الممكن أن يكون يتحدث الرئيس الأوكراني في هذا التوقيت يا دكتور؟ في الواقع هي رساله معنويه اكثر منها عسكريه، يعني الرئيس زيلينسكي يريد انها خطه يعني او تكرار ما يسمى الهجوم المضاد، هناك كما كان هناك الربيع، اتذكر هجوم الربيع الذي تاخر للصيف، وهجوم الصيف بعد رغم الدعم العسكري الكبير حتى النوعي حتى ومن صواريخ ودبابات واسلحه وطائرات، لم وحتى منظومات دفاعيه باتريوت وغيرها لم تغير موازين القوى، ولم يستطع الجيش الاوكراني ان يحرر عدة كيلومترات فقط يعني بعد القرى الصغيره، بل بالعكس الان يعني منذ ايام سيطرت روسيا على مدينه افديفكا وهي مدينه استراتيجيه في جمهوريه دونيسك، وتمثل ان روسيا مستمره في التقدم العسكري، اوكرانيا لم تحقق اي انتصارات عسكريه، وبالتالي هو يحاول ان يوحي الى الغربيين الذين بدأوا يفقدوا الثقه ولديهم الاحباط والياس من قدره الجيش الاوكراني على الاستمرار في المعركه او هزيمه روسيا، بدا يقول ان هذه خطه، لكن اعتراف اليوم بمقتل 31 ألف جندي هو اعتراف اول مره اعتراف رسمي يؤكد الخسائر البشريه الباهظه والتكلفه، طبعا لم يعلن عن الجرحى، وبالتالي هناك يعني تحديات امام الجيش الاوكراني سواء في القوه البشريه او القوه العسكريه او في الدعم الغربي، وهذا كلهم بدا يلقي بالظلال. هو في نهايه المطاف هو ان روسيا متقدمه لديها اهداف واضحه لديها ثوابت ومستمره، ولكن الحرب في ظل الدعم الامريكي وفي ظل الهدف الاستراتيجي الامريكي تظل الازمه مفتوحه الى امل الى اجل غير مسمى. نعم، انا في الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله. ومشاهدينا الى فاصل نعود من بعد لاستكمال هذه التغطيه. من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه التغطية في ملف الاقتصاد. وصلت السندات الدولارية المصرية ارتفاعها بعد الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. أظهرت بيانات تريد ويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 4.7 سنت ليجري تداولها عند نحو 88.2 سنت، وهو أعلى مستوى لها، هذا فيما يزيد قليلا على العام، ليتقلص بذلك الفارق بين العائد على السندات المصرية بالعملة الصعبة وعائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 640 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024. 2021. عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي. أستاذ محمد، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز، دعني أبدأ معك بتعليق على هذا الخبر المتعلق بالسندات الدولارية. نتحدث عن أرقام لم تشهدها السندات دي في الأعوام الماضية. مساء الخير يا أستاذة ندى، تحياتي لحضرتك يقدم لكل مشاهدينك. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه يا فندم حضرتك طبعا قريتي خبر مهم وايجابي، ولكنه فيه تفصيلات فنيه كثيره، فخلينا نطرحها كده ونبسطها للناس. اتفضل يا فندم. فيما يخص الصفقه بتاعه راس الحكمه، وانا الحقيقه يعني مصر على هذا التعبير وشايفه هو الاباق. انا بوصف صفقه راس الحكمه على ان هي جيم تشينج، يعني حدث
مغير لقواعد اللعبة الاقتصادية والمالية بالكامل فيما يخص الاقتصاد الكلي ومؤشرات الاقتصاد الكلي. ليه بقول الكلام ده؟ لو بنتكلم فيما يخص المؤشرات المصرية تحديدا والمؤشرات الدولية يعني أو مؤشرات الاقتصاد الكلي واعتباراتها الدولية، فخلينا نقسمها لثلاث حاجات. أول حاجة ببساطة كده في حاجة اسمها Credit Default Swap أو CDS اللي هي ممكن نترجمها بالعربي ونقول علاوة تأمين المخاطر أو علاوة المخاطر. علاوة المخاطر دي في أكتوبر 2023 أكتوبر الماضي كانت وصلت إلى أعلى نسبة ليها كانت تقريبا 19%. النهاردة بعد الإعلان على صفقة رأس الحكمة والإعلان عن هذا التدفق النقدي الفريش ماني الأموال الجديدة اللي داخلة كاستثمارات كسيولة دولارية بحدود 24 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار اللي هيتم خصمهم من الديون المصرية، الكريدت ديفولت سواب أو سي دي اس أو اللي هي مخاطر التأمين علاوة مخاطر التأمين انخفضت إلى 11.4% بعد ما كانت وصلت إلى 19% بأعلى نسبة. العلاوة دي بترتفع كل ما تزيد المخاطر وتنخفض كل ما تقل المخاطر. وأو احنا دلوقتي ما بنتكلمش على مؤشرات محلية، احنا بنتكلم على مؤشرات في السوق الدولي يعني في سوق منفتح تماما، وعادة ما بتكون هذه المؤشرات ذات أبعاد دقيقة في التقييم بتاعها. دي أول نقطة. النقطة الثانية وهي اللي حضرتك ذكرتيها في الخبر بتاعك ألا وهي قيمة السند نفسه. قيمة السندات المصرية نظرا لحجم الضغوطات اللي كانت بتمارس علينا في الفترة في السنتين الماضيتين كان قيمة السند كانت وصلت لتقريبا 51%. حضرتك النهارده زي ما حضرتك قريتيها دلوقتي ارتفعت تاني الى 88% او نقول 90%. ده معناه ان حجم المخاطر المتوقعه على الاقتصاد المصري بتقل، وحجم التوقعات ان يكون في تعثر مالي فيما يخص المدفوعات وخلافه اصبحت قليله ومنعدمه. وده امر مهم جدا. النقطه الثالثه ألا وهي التقييمات الائتمانية اللي عادة بتيجي من الثلاث مؤسسات الدولية الكبيرة اللي هي مودي وفيتش وستاندرد أند بوز. ودي حاجة لسه ما حصلتش لكن أنا بتوقعها وبقولها لحضرتك من دلوقتي. إن أنا بقول لحضرتك من دلوقتي إن مودي هتغير النظرة المستقبلية بتاعتها من سلبية إلى مستقرة أو إيجابية وستعيد رفع التقييم الائتماني بتاعها بعد ما خفضته من حوالي 3 أشهر، وإن ستتبعها أيضا الشركتين التانيين اللي هي فيتش وستاندرد أند بورز، ولن يكون هناك تقارير سلبية فيما يخص التقييمات الائتمانية زي ما حصل في العام الماضي. دول 3 تأثيرات مباشرة مهمين للغاية ومؤثرين جدا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، وهم مرتبطين بالاقتصاد الدولي وبالرؤية الدولية للاقتصاد المصري. طيب أستاذ محمد، كيف من الممكن الحفاظ على يمكن الاستقرار اللي بيشهده الاقتصاد المصري دلوقتي؟ يعني هي صفقة في الحقيقة أو مشروع تطوير رأس الحكمة واحد من أهم المشاريع، ويمكن إحنا كنا بنتكلم النهاردة على الشق الاقتصادي والملف الاقتصادي في مصر بشكل عام، وقد إيه الدولة المصرية بتولي هذا الملف اهتمام بالغ، وتحدثنا عن بعض المناقشات اللي هتحصل في الحوار الوطني، تحدثنا عن مزيد من الاستثمارات على شاكلة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة. إلى أي مدى ده من الممكن يكون عامل من العوامل اللي هتساعد في الاستقرار، في حالة الاستقرار الاقتصاد المصري بيشهدها الآن؟ طيب يا فندم، أنا هقول لحضرتك بضعة نقاط، بس خليني الأول أوضح أمر أنا وهو الآتي. إحنا كنا وما زلنا نعاني من فجوة تمويلية دولارية. في أكتر من طريقة لسد هذه الفجوة. احنا ببساطة ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا عملنا افضل طريقة اللي هي ايه، ان احنا نجتذب استثمار اجنبي مباشر يدخلنا اموال جديدة من خارج الاقتصاد المصري تجينا كدولارات وكعملة صعبة، ولا اصدرنا ديون جديدة لتسديد ديون قديمة، ولا بعنا اصول علشان خاطر نسدد اقساط ديون او خلاف او التزامات. يبقى اولا احنا عملنا افضل شيء، ده اولا. ثانيا
ان هذه التجربة قابلة للتكرار. ومهم جدا يعني اعتبارات استيعاب السوق المصري لهذه المشاريع، لكن مهم ان يبقى البايب لاين يبقى موجود فيه مشاريع شبيهه في اماكن جغرافيه مختلفه. يعني ممكن نشوف مشروع شبه راس الحكمه ولكن مثلا على البحر الاحمر، على سطح البحر الاحمر وليس في الساحل الشمالي، وهكذا. يبقى بالضبط، يبقى دي تجربه يمكن استخدام او استغلال الزخم الناتج عنها في تكرارها، حتى لو المشاريع هتبقى لاحقه. يعني يبدا التنفيذ بعد بضع سنوات وليس الان، لكن يبقى الاتفاقيات بتاعتها موقعه، يبقى الاستثمار بتاعها جاهز ومحطوط في الخطه الاستثماريه بتاع المستثمر الخارجي اللي هيجي يشتغل معانا في هذه المشاريع. دي حاجه. الاقتراحات بقى ازاي نحافظ على الامر ده؟ اولا يا فندم، الاهتمام بخمس كلمات سحريه: الاستثمار الاجنبي المباشر المستهدف التطبيق. والخمس كلمات دول هم اللي هيحلوا المشكله الهيكليه اللي عندنا اللي مرتبطه بالميزان التجاري، لان احنا بنستورد اكتر ما بنصدر، فمحتاجين استثمار اجنبي مباشر في الصناعات التحويليه عشان نضمن ان احنا نصدر اكتر ما نستورد. ثالثا، التركيز في الشهور القريبه القادمه على حل مشكلتين وانهائهم بقى تماما: مشكله التضخم ومشكله وجود سوقين وسعرين لسعر الصرف. والان اصبحت الحكومه مؤهله وتمتلك صحيح. مؤهله بمعنى تمتلك السيوله النقديه المناسبه والمطلوبه للقضاء على المشكلتين دول. ونتج عن امتلاك هذه القدره الان بعد الاعلان على صفقه راس الحكمه ان اصبح هناك تراجع كبير في الاسعار، سواء كانت البضائع المسعره بمدخلات انتاج دولاريه او الدولار نفسه في السوق مزود ذهب وخلافه. صحيح. وبالتالي ده التركيز على هذه الامور في الشهور القريبه القادمه هو اللي هيخلينا اولا نعالج المشكلات السريعه اللي احنا كنا موجودين فيها، ثانيا نعيد ضبط المسار المؤشرات الاقتصاديه بتاعتنا بحيث ان احنا نعالج المشكله الهيكليه الاساسيه عندنا، الا وهي ان احنا بنستورد اكثر من نعم صحيح. انا في الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد انيس المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله. أعلن وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف إن بلاده بحثت مع الصين إمكانية الاقتراض باليوان. وقال وزير المالية الروسي إن قانون الميزانية الروسية حاليا ينص على الاقتراض من السوق المحلية والحق في جذب القروض باليوان الصيني، لافتا على جانب آخر إلى أن أي إجراء يتعلق بالأصول الروسية في الخارج سيقابل برد مماثل. قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين تعارض بشدة فرض واشنطن عقوبات على الشركات الصينية لأسباب تتعلق بروسيا. وقالت الوزارة إن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح والمشروعات للشركات الصينية. عرضت الصين التقرير الأمريكي الذي ينفي مساهمة بكين في النظام التجاري متعدد الأطراف الاقتصادي العالمي بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين تدعم دائما بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وتمارس التعددية بصدق وتفي بجدية بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية. كما أضافت أن الجانب الأمريكي تجاهل إنجازات الصين في الوفاء بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية وشوه تقدمها في بناء اقتصاد السوق وتعزيز الإصلاح والانفتاح، ووجه اتهامات تعسفية لا أساس لها لسياستها الاقتصادية والتجارية. قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية إن نمو تجارة السلع العالمية قد يقل عند 3.3% هذا العام، مشيرة إلى انخفاضها بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 0.8%.
في ظل مجموعة من التحديات الجيوسياسية، انطلقت فعاليات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي لمناقشة القواعد واللوائح المنظمة لأنشطة التجارة العالمية وبحث إعادة تشكيل مستقبلها. ويتيح المؤتمر للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمول، بجانب معالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسة التجارة العالمية، وبهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكل النظام التجاري العالمي. من جانبها قالت المديرة العامة للمنظمة إن معدل نمو التجارة السلعيات العالمي يمكن أن يقل عن نسبة 3.3% المستهدفة هذا العام، ويركز المؤتمر الوزاري هذا العام على استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعاليات السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، والتي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية وجلسات حول تيسير التجارة ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا. فعاليات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية يتضمن أيضا مناقشة ملف إصلاح المنظمة لنظام تسوية النزاعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الزراعة كالدعم المحلي للمواد الغذائية والوصول إلى الأسواق والمخزونات العامة لأغراض الأمن الغذائي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.